بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مع غروب شمس هذا اليوم الطيب المبارك، مع غروب شمس تجدون في قلوب المؤمنين دعوات لا يعلمها إلا الله، تجدون في قلوب المؤمنين رجاء لا يعلمه إلا الله. يوم طيب مبارك، غروب شمس يعني لنا الكثير، جعله الشرع لنا علامة لنقبل على دعوة صادقة، لنقبل على أن نسأل الله القبول، فإن هذه الدنيا لا تعدو أن تكون دار ممر لا دار مقر. حديثنا اليوم بعون الله تعالى عن أكثر من 10,000 أسير في سجون الاحتلال. الاحتلال الغاشم، هذا العدو الذي يملك آلة عسكرية يتكلمون عنها، آلة إعلامية يتكلمون عنها، يأتينا مدعوما من قوى الشر العظمى في الأرض، يأتي ويطبل له بعض من هو محسوب على الإسلام والمسلمين، يأتي ليعيث في بلاد المسلمين فسادا وإفسادا، حتى وصل الأمر به إلى أن يأخذ رجال المسلمين ونساء المسلمين وأطفال المسلمين ويضعهم في سجونه، في زنازين تسمعون عن بؤس الحياة فيها وشقاء الحياة فيها ما تسمعون. الذين خرجوا من سجون الاحتلال تكلموا عن تجارب لا يستوعبها العقل، تجارب صعبة، تجارب تعني لنا الكثير. فالمسلم أخو المسلم لا يظلم، لا يسلم، لا يخذل، إنما المؤمنون إخوة، واعتصموا بحبل الله جميعا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، كيف يطيب لنا العيش، كيف يطيب لنا العيش وأعراض المسلمين وأبناء المسلمين وشباب المسلمين في سجون الاحتلال. ألوان وأنواع من الظلم لا تعد ولا تحصى، 20 مؤبد، 50 مؤبد، 100 مؤبد، إيش هذا؟ عدو محتل يعتدي على ثالث الحرمين الشريفين، يعتدي على المسجد الأقصى قبلتنا الأولى، ويعتدي على حرمات الإسلام والمسلمين، لقائل أن يقول ماذا يلزمنا أن نفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، ماذا نفعل؟ هؤلاء يجب على أئمة المسلمين، على علماء المسلمين أن يهبوا لنجدتهم وأن يقوموا بواجبهم الشرعي من أجل نصرتهم وفكاكهم من عدوهم، من أجل أن يعيشوا حياة هنيئة طيبة كما نعيش نحن بين أبنائنا وعيالنا وأهلينا. لا يطيب لنا عيش دون أن ننصرهم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال
والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، يا رب أخرجنا من هذه السجون التي نسام فيها بألوان من العذاب، أخرجنا يا رب. من لهم؟ لهم أولياء الله، لهم المجاهدون، لهم المرابطون على الثغور العسكرية والثغور العلمية والثغور التربوية والفكرية والثغور الإعلامية. المعركة هذه معركة ممتدة، هذه معركة متشعبة. ولاحظوا أنني قلت واجب، هكذا قلت، يجب علينا، يجب علينا أن ننصرهم. ليش بقول واجب؟ لأن الموضوع مش موضوع فقط إنساني، لا لا لا، علاقتنا معهم هؤلاء هذه علاقة دين، علاقة عقيدة، علاقة ولاء وبراء. ليس كما يقدم يعني بعض آلات الإعلام أن القضية إنسانية، بعض آلات الإعلام القلقة في الأسرى الصهاينة المجرمين الذين وقعوا في أيدي المجاهدين من أبناء القسام ومن أبناء حماس ومن مجاهدي غزة العزة. آلة الإعلام تقول نريد أن نفك أسرهم عشرات مقابل آلاف مؤلفة يقبعون في سجون الاحتلال من سنوات طويلة. انظروا إلى هذا الظلم الذي نتعرض له كمسلمين. أقول ذلك وصفا لا استسلاما، أصف لأغذ الخطى نحو نصرتهم. بوب الإمام البخاري في صحيحه باب فك العاني، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث وفك العاني، فكوه أنقذوه. إيش يعني العاني؟ العاني الأسير، يعني يجب على المسلم أن يتداعى من أجل أن يفك أسر أخيه المسلم المؤمن. قال عمر رضي الله عنه لأن أستنقذ رجلا مسلما من أيدي المشركين أحب إلي من جزيرة العرب. يعني تقول لي تحتل جزيرة العرب ولا وتسيطر عليها ولا تنقذ مسلم من أيدي المشركين؟ يقول لك أنقذ رجل من أيدي هؤلاء المجرمين، من أيدي هؤلاء المعتدين، من أيدي هؤلاء المحتلين. انظروا إلى الفكرة كيف تكون. ولذلك قال أهل العلم إذا سبيت امرأة في شرق بلاد المسلمين وجب على كل مسلم في شرقها وغربها أن ينصر هذه المرأة. حتى عند أئمة الفقهاء والعلماء أصحاب المذاهب وضعوا مسألة، هل وقوع أحد في الأسر، واحد أو اثنين، أسير أو أسيرين، مثل قضية أن يحتل عدو أرضك؟ قالوا وأصح الكلام نعم، أصح الوجهين عند الشافعية نعم. أنت الآن لو جاء عدو ودهم أرضك ماذا تفعل؟ تستنفر الناس، تستنفرهم من أجل أن تخرج هذا العدو من أرضك بأحكام خاصة. في فرض العين لا يجب استئذان الوالدين، فرض عين لا يجب استئذان ولي الأمر، فرض عين يجب حتى على المرأة، لأن الجهاد هنا فرض عين. فما بالكم بالأسرى الذين ينادون علينا كل يوم من وراء أبواب السجان؟ ومين السجان؟ أشد الناس عداوة لله. مين السجان؟ أشد الناس عداوة للمؤمنين. مصارف الزكاة، إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. شو معنى في الرقاب؟ في الرقاب اللي هم العبيد اللي عندنا، العبيد والإماء الذين كانوا موجودين في الأمة الإسلامية في بيوتات المسلمين موجودين. نخرج ثمن الزكاة من أجل أن نفكهم، نحررهم. هل يجوز أن ندفع من مال الزكاة مالا
لإخراج إخواننا من سجون الاحتلال والعدو في كل مكان؟ والجواب: نص أئمة الحنابلة على جواز ذلك. من مال الزكاة؟ من مال الزكاة. قال أئمة الحنابلة: بل هو أولى من العبيد والإماء في بلاد المسلمين وديار المسلمين. والعبيد والإماء بيعيشوا عندنا بأمن وأمان ورفعة ورفاهية، حياة جميلة. ما سمعنا عبدا في التاريخ شكى أو أمة في التاريخ شكت، حياة طيبة وجميلة في الدين عندي. قال أئمة الحنابلة: من باب أولى عندما يكون ثمة مسلم حر موجود عند أعداء الله تعالى في الأرض. فك العاني، نصرتهم جزء لا يتجزأ من معركتنا مع هذا الاحتلال الغاشم الذي سلب الديار المقدسة، الذي يحتل الآن عاصمة الخلافة الراشدة القادمة بعون الله تبارك وتعالى. أهل الكفر الذين نتعامل معهم هم أهل عداوة محيين، قال الله تعالى عنهم: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني لا عندهم عهد ولا رحمة. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، عداوة بيننا وبينهم عداوة ممتدة منذ وجدت هذه الخليقة، ما في، لا يفهمون إلا لغة القوة، لا يفهمون إلا لغة الثبات، لا يفهمون إلا لغة الجهاد من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، هي العليا. أختم بوصية لكل من يستمع إلي: هؤلاء الأسرى في سجون الاحتلال لهم أهلون، لهم أهلون يحتاجون إلى وقفتنا معهم، وقفتنا بدعمنا المعنوي لهم. نتواصل معهم، نصبرهم، نخبرهم أننا نعيش ألمهم بتفصيله وأدق تفاصيله، ويحتاجون كذلك إلى أن نكون معهم بأموالنا. يجب شرعا أن نخلف هؤلاء المجاهدين في أهليهم بخير، سواء منهم من مات في سبيل الله مقبلا، سواء منهم من كتب الله له الشهادة، نخلف أهليهم بخير، أو من يقبعون خلف سجون الاحتلال نتواصى بهم خيرا. وأنتم تعيشون مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. الله أكبر، الله أكبر. من يخلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. دونكم هذا الأجر، لا تضيعوا، اخلفوهم بخير في أهليهم لتنالوا ذات الأجر الذي نالوه، وهم يرابطون وهم يصبرون وهم يحمدون الله تعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، وكلماتهم تعلمنا الكثير. ليس كلماتهم فقط تعلمنا، مواقفهم، هم جمعوا بين القول والعمل، ونحن لازلنا حتى اللحظة في مرحلة القول، فاللهم أكرمنا بالعمل وسددنا، ولا تكره انبعاثنا، لا تكتبنا في من يثبط عن العمل، اشرح صدورنا لما تحب وترضى. اللهم آمين، اللهم آمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.